توجيه الإجراءات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح، خاصة وأن الولاية تشهد توافدا كبيرا للمصطافين في السنوات الأخيرة، لما تتوفر عليه من شواطئ ومناظر طبيعية ساحرة. تفاصيل أكثر في روبورتاج نجاة سوكو. تشهد ولاية جيجة سنويا توافدا كبيرا لعدد المصطافين من مختلف ولايات الوطن وحتى من خارج الوطن من جنسيات عديدة، لما تزخر به من شواطئ عذراء ومناظر طبيعية خلابة تأسر الناظرين. On découvre le paysage et puis la végétation avec les singes qu'on peut approcher de près. Et voilà, les enfants sont très contents, nous aussi. C'est vraiment très très beau. Hein. Les routes sont très agréables et nos enfants apprécient. واستعداد لموسم الاصطياف لعام 2015، تحضيرات حثيثة على مستوى ولاية جيجل قصد التكفل الفعلي بالمصطفين وتحسين الخدمات لهم. بالنسبة للتحضيرات لموسم الاصطياف 2015، كما تعلمون فهو تشرف عليها لجنة ولائية. الإجراءات انطلقت بعد نهاية موسم الاصطياف للسنة الماضية، من عملية تقييم ما وصلنا إليه السنة الماضية النقائص، ثم خطة عمل بالنسبة ل 2015. متفقين على فتح 22 شاطئ الاعتيادي مع إمكانية فتح ثلاث شواطئ أخرى لما توفر فيها الشروط: شاطئ مرسيدي، شاطئ ملمش في زيامة منصورية، وشاطئ كيسير بالعوانة. بالنسبة لتنظيف الشواطئ وتهيئة المحيط العام للمصطافين لإجراءات قائمة، البلديات تؤدي في دورها. اليوم كتقييم أولي نقدر نقول بلي شواطئ جيجل بصفة عامة عمرها ما كانت نظيفة قبل موسم الاصطياف كما راهي اليوم. هذا وقد استفادت البلديات الساحلية خلال هذه السنة من إعانة مالية قدرت بستة ملايير سنتيم خصصت لعمليات تهيئة وترميم التجهيزات على مستوى الشواطئ، كما هو الحال ببلدية زيامة منصورية والتي من المنتظر أن تفتح شاطئين جديدين خلال هذا الموسم. فيما يخص مناصب العمل التي يمكن خلقها خلال موسم الاصطياف، فقد بلغت حوالي 120 منصب عمل غير موسمي، عمل موسمي، وذلك من خلال إعطاء مجموعة من التراخيص للشباب، وذلك قصد تشجيع بيع المنتوجات التقليدية. والجديد أيضا لهذا الموسم، فقد تم التأكيد على مجانية الخدمات المقدمة للمصطفين. بالنسبة للباركينج، تعليمات بلي كاينة كل مكان يخصص لتوقف السيارات على المستغله من طرف بترخيص من البلدية أن يحمل شارة يعلن على سعر توقف السيارة. مبدئيا ما فيش توقف أكثر من 50 دينار. من جهتها تراهن عاصمة كورنيش على استقبال عدد أكبر من المصطفين خلال هذه السنة، خاصة في ظل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحسين ظروف الاستياف والاستجمام. وكما